احتفلت كنيسة شهداء الأردن بمرج الحمام بالعاصمة عمان بخدمة أربعاء الرماد، وذلك في قداس إلهي ترأسه قدس الأب أشرف النمري وبمعاونة الشماس يوسف فتال وبحضور عدد كبير من المؤمنين. إلى المزيد. على أصوات ترانيم التوبة والندامة جادت جوقة كنيسة شهداء الأردن للاتين في مرج الحمام بأنغام روحية لاستقبال موكب الاحتفال بأربعاء الرماد، حيث استهل كاهن الرعية الأب أشرف النمري القداس الإلهي بحث المؤمنين على الاستعداد للتوبة والندامة اللتين يحتاجهما المؤمن المسيحي للولوج إلى زمن الصوم المقدس. وقال قدسه: أيها الإخوة، نبدأ الزمن الأربعيني، زمن الصوم، زمن التوبة والعودة إلى الله تعالى. نبدأ هذه الذبيحة الإلهية بوضع الرماد على جباهنا كرمز للتوبة. في العهد القديم كان الذي يتوب يلقي على رأسه الرماد ويجلس على الرماد كتوبة له إلى الله تعالى. ما زالت الكنيسة تحتفظ في هذا الطقس كرمز للتوبة في بداية زمن الصوم، زمن الأربعيني. لهذا نعمل هلا، نصلي على الرماد ونضعه على جباهنا، وبعدها نواصل القداس الإلهي. ومن ثم تقدم المؤمنون لنيل مسحة الرماد، وتابع الأب أشرف رتبة القداس الإلهي الذي أقيم يوم أربعاء الرماد، والتي تعلن انطلاق زمن الصوم الأربعين المقدس على ما شرح الأب النمري، مستفيضاً في عظته التي عبر خلالها عن ركائز هذا الزمن والتي هي صوم وصلاة وصدقة، وقال: توبوا إلي بكل قلوبكم، مزقوا قلوبكم لا ثيابكم، وتوبوا إلى الرب. نبدأ زمن الصيام، زمن الأربعيني، 40 يوما من الصوم، صلاة على مثال السيد المسيح 40 يوما، وعلى مثال مسيرة الشعب العبراني 40 يوما، ونحن نسير في هذا الزمن 40 يوما لنلتقي مع المسيح القائم. هذا الزمن، زمن الصوم، الذي هو بالنسبة للكنيسة من أهم الأزمنة. هذا الزمن ليس زمن حرمان من الأكل، إنما النظرة السلبية إنه نحرم أنفسنا من الأكل وننسى الأمور الأخرى لهذا الزمن لروحانيته. هو زمن تسامن، أي ارتفاع عن الأمور الدنيوية. هو زمن سيطرة على الذات من خلال حرمان أنفسنا مما نحب. نحرم أنفسنا مش فقط من الأكل، ولكن من أمور كثيرة منحبها. في الزمان كان فقط الأكل بالنسبة للكنيسة تطلب الحرمان منه، اليوم نقدر نحرم أنفسنا من أمور الأكل وغير الأكل، الفيسبوك، تلفزيون، أنانيتنا، أمور أخرى دنيوية متعلقين فيها، الدخان، الأرجيلة، نقدر نحرم أنفسنا. زمن هو حرمان، ولكن ما بنحرم أنفسنا حتى نحرم أنفسنا، ولكن حتى نتسامى ونرتفع عن الأمور الدنيوية. هو زمن قداسة،
ما ننظر له زمن حرمان، هو زمن قداسة نقترب فيه من الله أكثر فأكثر من خلال التوبة والعودة إلى الله. وخلال القداس الإلهي رفعت النوايا وقدمت القرابين لأجل كل المؤمنين، وختمت جوقة الرعية بصحبة راهبات مار يوسف القداس الإلهي بالترانيم المباركة.